نحو 100 سنة عمر هذا المنزل وسط الجزء العتيق لمدينة الدار البيضاء، جزء يمثل ذاكرة المدينة وتاريخها القديم، كما يحكي محمد بعيون دامعة وهو يشاهد تصدع جدران وسقف بيته حيث عاش أجداده وقضى طفولته. التاريخ ديالنا داك، ولكن ما نكرهوش يصلحوا لنا، ولكن شكون غيصلح لنا؟ حنا كارين 60 عام دابا، حنا 60 عام تقريبا راه الدار خلصنا، واقيلا راه والديا ماتوا تما، انا من نهار حليت عيني حليتها في ديك الدار، هي دابا كنشوف فيها غادا تريب. حدود الدار البيضاء كبرى مدن المغرب كانت مقتصرة على المنطقة داخل أسوار جزئها العتيق قبل فترة الاستعمار الفرنسي للمغرب، وبدأ بناؤها في حقبة البرغواطيين الذين حكموا المغرب قبل 1000 سنة، فيما شيدت الأسوار في القرن 17، لكنها منازل وأسوار تداعت وانهارت أجزاء منها، انهيار رحلت بسببه قسريا مئات الأسر عن قلب المدينة وذاكرتها الشاهدة على العصور كما يقول السكان. اي دار كتسد هنا كنحسوا بحال شي حد مات، حيت زدنا هنا وخلقينا هنا وكبرنا هنا والمعيشه ديالنا هنا وكبرنا وليداتنا هنا ووالدينا هنا. أطلق المغرب برنامجا لتأهيل مدنه القديمة وتحسين عيش سكانها، برنامج رافقته أيضا في مدينة الدار البيضاء مشاريع ترميم وتأهيل مبان إدارية قديمة ومآتر وساحات شهيرة، لكنها عملية تواجه انتقادات بسبب ما يصفه خبراء بزحف الإسمنت والمباني الزجاجية إلى جانب العتاقة والتاريخ ووجود عيوب شابت عملية الترميم. ما يحدث في مدينة الدار البيضاء هو أنه يتم هدم تلك المعاليم وبناؤها من جديد، يعني باستعمال نفس الطريقة، يعني أنه نفس الطريقة نفس الهندسة نفس الشكل الهندسي، ولكن بواسطة الإسمنت، وهذه الخطورة اللي خلتنا في مدينة الدار البيضاء لا يمكننا أن نتحدث عن ذاكرة، يعني من هنا العشر سنوات ما غتبقاش عندنا شي حاجة سميتها ذاكرة ديال البيضاويين. خلقات هاد الشركات ديال التنمية المحلية ومن بينهم كازا باتريمون، اليوم كاين واحد الوعي كبير بهذا الموروث الثقافي الكبير باش نحافظوا عليه، فالمحافظه ديالو تجي عبر عمليات كبيره بما يخص كما قلت التحسيس التعريف عليه وكذلك قيام بانشطه. لكن إكراهات أخرى حسب مراقبين تواجه أكثر المدن المغربية العتيقة، وهي النقل والبنى التحتية والسكن اللائق وارتفاع مستوى الجريمة، حلول وجب استحضارها أيضا في عمليات الترميم وإعادة التهيئة. بين التراث والحداثة تقدم مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب نموذجا للتوسع العمراني وزحف المدينة بكل الاتجاهات، رغم المساعي للإبقاء على شكلها التاريخي القديم والحفاظ على أثرها. فاطمة بوغنبورة، الحرة، الدار البيضاء.